وجيت الجزيرة. أنا ما سامع، قلت جاي منين؟ سوق المركزي. سوق المركزي؟ أيام ذهب من المستشفى. أنت نايم قاعد معكم؟ تعرفين هذا؟ تعرفين؟ من المستشفى. المستشفى وين؟ المستشفى. الليلة يوم الجمعة. ودوك الكادي بتاع الدعم السري ده. الدنيا زايلة، أنا يمكن زايلة يا ناس. ها؟ الدنيا يدوم وما يندوم. يعني أنت خلاص كده بس، يعني السودان ده خربتوا لنا وعلينا دعامة، ما خرب، تعالوا تسلموا ونحكموا صلاة نقود. بدل تقتلوا وتنهبوا وتركوا المواطنين تبيعوا على كيف وتحددوا. حسب ما الليل علينا ما قلنا لكم إيه ولا قلنا لكم باع ولا جاي. ها؟ قاعدين مرتاحين. انت النازل خشوكم كيف يا ناس؟ الامارات دي خشتكم بالقروش وخشتكم واغرقتكم. تلقوا ديمقراطيه من وين؟ اسمع لي كلمه ساعتك بس. الناس دي هم قاعدين معاهم، يعني لو طلعت ماشي السوق يقول لك انت استحضار الجيش. تمام طلقه انت استحضار الجيش. تمام تنطل ثاني انك تنفذ معاهم تعمل شنو؟ عشان تحمي نفسك. دعم نفسك تشتغل معاهم معاك ما تسافر. وحسب ارتكاساتكم وين اخر ارتكاسات مراكز بتاع الدعم؟ هنا ذات الجزيره. هاي الجزيره ما نعرف فيها اي حاجه. ارتكاز اللي جيتوه اخر هنا جيتوا وما سووا انقبضتوا ده؟ اخر ارتكاز بعديكم ها؟ بعديكم. ومن سوق المركز الليل قمت انهم كم يوم جبتوا الجزيره؟ صباح اليوم؟ الصباح؟ يعني الشهر هذا كله ماسكين نيته. وما لقيت اي دعامه في الشهر؟ انت بس دعامه جيتوا؟ لقوكم لكن ما بيقول لك التجار وين؟ لقوكم وين؟ لقوكم في الشارع. شارع وين يا شارع؟ شارع الدين والدار. اها مدني خشيت بيتين. مدني خشينا على قبل شويه تقريبا قبل ساعه كده. قبل ساعه؟ اها مرقتوا قال قلتوا ماشيين وين؟ ماشيين المسلمين لكن ما فاهمين. ودارين تشيلوا بس انت تودوه وين انتوا اصلا؟ في تاجر مشتري منه. في تاجر مشتري منه. في تاجر مشتري منه. التاجر ده منه؟ اسمه عمر. اسمه عمر. عمر منه؟ والله ما اعرف عنه. التاجر ده قاعد وين؟ قاعد وين يا مكان؟ قاعد في السوق المركزي يوسف الصباح. ومن هنا دارت الشرو من هنا؟ من المسلمية. مسلمية؟ وعنده ناس كاتبهم في الورقة قال لهم تمشي لهم يبيعوا لكم الشوارب كده. هاي وين الورقة أصلا؟ في العربية ورقة كله ورقة في العربية؟ بقول لك كله مسجل في العربية. مسجل في العربية؟ كلام قلت أيوه. المسلمية وين؟ وقال لهم امشوا المسلمية ولا قال لهم امشوا الفاو؟ أنت أربعة كلكم مسلحين؟ ها؟ أنت أربعة كلكم مسلحين؟ خمسة ستة نعم. كلكم مسلحين؟ نعم. كم نفر مسلح؟ هذا جرام بس مسؤولين معروف، تمشي وين معروف؟ ده الناس اللي الدافع الناس اللي لابسين زي الرسمي ده هم الوضع يعني عيني واحد ما بشوف هذا مسلح يا والثاني زول ده؟ مسلح وذاك بتاع اللبس ده كله مسلح؟ لا عندنا سلاحين فقط ثلاثة سلاح عندكم؟ اثنين طويل صغير كده أسي سلاحكم وين؟ السلاح؟ أي في العربية سلاح في العربية؟ نعم. وانتوا قال لكم امشوا الفاو ولا امشوا انت ما تعرفش جزيرة قال لكم امشوا الفاو ولا قال لكم امشوا القضايا؟ المسلمين جزيرة الله يرحمه ارفعوا جزيرة جيش برهان مسيطر وقوات المشتركة مسيطرين انت ما عارفين؟ يعني خلاص مدني بس تخش من مدني بس برا ده كله مع الجيش جيش وقوات مشتركة مسيطر هنا قاعد. اي لا 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 قال دبل لهم وثلاثه حكات زي ما قال مارشال مني رقم الناوي موضوع انتهت الليله دبلته وتشوف باقي الجزيره ده ما فوضى الجزيره ده عرفنا المشتركه وكل القوى المسانده قاعد انت معناته خشيت هنا تنبلوا تنبلوا والليله زي ما قال الليله جمعه مباركه ومبروك لانتصارات العظيمه للشعب السوداني وتحيه طيبه لكل الرفاق في دروب النضال وكل المنادلين قوى المشتركه
وتهيئ لهم من هنا، وربنا ينصرنا ان شاء الله.